الله يسعد لي اوقاتكم متابعيني، يعطيكم الصحة والعافية حبايب قلبي. والله اليوم طريقتنا تخزين ورق العنب. كيف نخزن ورق العنب؟ طبعا انا ما عندي 5 كيلو ورق عنب، جبتهم وغسلتهم منيح، طبقتهم وغسلتهم منيح من الغبرة، وحط 2 لتر مي، وبدي احط 4 معالق ملح صخري ومعلقة سكر. معلقة كبيرة سكر طبعا، و4 معالق ملح صخري، و2 لتر مي. بخليهم ليغلي المي، وهلا طبقهم يعني بسلقهم شي قدنه مو كتير ليصفروا هو ورق العنب. طبعا عنا قدامنا طشط مي باردة سقعة بالمرة، فيها تلج أو شي حتى يوقف النمو، يعني ما يستوي بالمرة معنا. شايفين شي انه اصفره يعني ثواني اصفره، قلبتن على وش التاني. هاد بنحط بالفريزر، شايفين شلون قيمته يعني ثواني وش وقفه. حطهم بالمي الباردة دغري حتى يبردوا ويوقف النمو تبعهم. طبعا انا جايبة 5 كيلو ورق عنب غاسلتهم ومطبقتهم. طبعا هلأ موسم ورق العنب، هل بده يعني يساي يخزن هلأ وقته. شايفة دغري انا بحطهم بالمي الباردة دغري، مي مسقعة هاي فيها تلج. بهالطريقة بتخزنوا ورق العنب بالفريزر. ورق العنب طيب ولذيذ، امتى ما حبيته طلعوا تطبخوا بتلاقوا جاهز. كله بهالطريقة بنساويه حتى يخلص معنا. طبعا انا كمان بتحبوا تلفوه اخضر بهالطريقة كمان بصير بيمشي الحال معكم، كمان بتطبقوه بهالطريقة وتلفوا عليه ورق النايلو، او بتحطوه بكياس نايلو تبع المونة. طبعا شايفين شلون انا هلا هيك بطبقهم ورق العنب اللي سالقته كيس. طبعا نايلو، ورق النايلو بهالطريقة، او ورق القصدير بيمشي الحال كمان، او اكياس نايلو تبع المونة. بهالطريقة بنطبقه، نحتفظ فيهم في الفريزر. شايفين ما شاء الله تبارك الله، سهل وما في شي صعب. طبعا امتى ما بتلاقوا حبيتوا تلفوا ورق العنب بتلاقوا جاهز عنكم، احسن من تبع السوق. ما شاء الله تبارك الله. يا هيك يا هيك، يا اخضر بتلفوه بالنايلو يا بتسلقوه بهالطريقة، بالجهتين بتصير. ما شاء الله تبارك الله، شايفين؟ هلا انا بحطهم بالفريزر
لا ايون جاهزين بهالفريزة.